سوف يأتي شغلة غدا تانية. غدا سوف يأتي الوسيط الأمريكي في لقاء يبدو رح يكون بإدارة الوزير السابق الياس بوصعب، هيك كان في بعض المعلومات ما بعرف قد ايه دقيقة، ومن بعدها الثلاثة بيلتقي رئيس الجمهورية. ما داعي اللقاء إذا هيك الذي يسبق لقاء رئيس الجمهورية؟ ماشي، هذا شيء بس الضيافة اللبنانية، بس كان عنده دور الوزير السابق الياس بوصعب. هو بيقول انه هو ما بيتدخل بالمفاوضات، انا بصدقه لانه ما بيعرف. كل واحد كان اولا شيء عنده دور استشاري، كل واحد ما بيعرف بهذا الموضوع عن جد ما يحكي، لانه التفاوض ما لنا لعبه وكل كلمه بتاذي. اليهود الاسرائيليه دوله الكيان ترصد بدقه ماذا يحصل في لبنان، كل تصريح لبناني غير مسؤول بيضوي عندهم. يعني تصريح وزير خارجية الباخرة جنوب الخط فيها تشتغل، شمال الخط ما بتشتغل. هذا خطيئة كبيرة بحق لبنان. ما في حدا مسؤول يقدر يحكي كلمة وبعد شوي يقول لك أنا ما بعرف. هي ما بتعرف، اسكت، ما حدا طالب منك تحكي. يعني بليز، هلأ بهذه المرحلة الإسرائيلي ناطرك عزيزي ونحن عم نرصد بإسرائيل كمان كل شيء. شو بتقولهم للناس؟ خلص وقتنا نحن اليوم للناس. أولا عندي كثير حكي أحكي أنا. من يصدقون؟ يصدقوا الحقيقة. مين بيقولها؟ قال الجيش. ما تصدقوني أنا شو بدكم فيي؟ أنا لأنه عم بيقولوا عني كذاب وأنا عندي أجندة داخلية وبحكي بالسر غير بالعلن. طيب أوكي، ما تصدقوني أنا، صدقوا الجيش. الجيش حط 29، ما بتصدقوا للجيش؟ هاي أجندة للعماد عون ليوصل رئيس جمهورية. كفى استهزاء بالناس. ماذا تقول له لكل الناس؟ لكل الناس شو بدي أقول؟ أول شيء في عنا مكامن قوة بلبنان كتير كبيرة بدنا نوثق فيها. نحن ما نضعاف ولا مرة كنا ضعاف. الموقف السياسي اللبناني لازم ينطلق من عناصر قوة مش من عناصر استسلام وزيارات للسفيرة وغير السفيرة. المنطق القوة ناتجه عن المصلحة. في مصلحة كبيرة للبنان بالتفاوض، بالتنقيب، فتشوا شو الطريقة اللي بتقدر نضغط فيها على المؤسسات وعلى الدولة وعلى السلطة التنفيذية تاخذ القرار بوضع او يخلوا هذا الأرنب عندهم، بس يكون الموقف واضح انه لبنان لن يتخلى عن حقوقه الصحيحة، مش حقوقه. بنرجع بنقول اتفاق الإطار والخط 23، خيي حقوقك مش هيك. اتفاق الإطار ما حكي عن خط 23، فبلا حكي بلا طعمة. اوكي، اتفاق الإطار هو إطار للتفاوض، كثير منيح. مبدأ التفاوض اللي قال عنه الرئيس بري أنا معه. مبدأ التفاوض بوصلك آخر شيء للترسيم وفقا للمصلحة الوطنية انطلاقا من الخط 29 اللي هو الحامي الأساسي للحقوق اللبنانية.